يلا السلام عليكم. الحل المشاكل الزوجية والمحبة العميقة بين الزوج والزوجة. هاي النساء تسوي هذا الورد الودود يومية 1001 تهدين ثواب العمل لسيدتي فاطمة الزهراء. راح تصير محبة وتكاتف بينك وبين رجلك شيء مو طبيعي، حتى لو رادوا يسوون شيء مو زين بيناتكم ما يقدرون نهائيا. وأهم شيء لا تنسون والديه. بخلص دعاكم، السلام عليكم ورحمة الله.